هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نجيب الماك ادريس بتاع الموبايل اللي معانا دلوقتي. هتفتح طبعا القائمه، هتنزل اللي هي المنيو دي، وتجيب على الترس اللي هي الاعدادات. طبعا موبايل انجليزي، ممكن احوله عربي عشان تكونوا فاهمين اكتر. هتجيب حاجه اسمها اباوت فون، بعد كده ستاتس اللي هي ستاتس كان بينطقوها زمان، بس هي دلوقتي اسمها ستاتس هي اللي تحت خالص قبل الاخيره، ثالث واحده من تحت اهي، اضغط عليها تمام. بختار حاجه اسمها الماك ادريس، واي فاي ماك ادريس، هو ده اللي اسمه واي فاي ماك ادريس تمام، عشان ده بعد كده هناخد الماك ادريس ده وهنديله الراوتر، نقول له الموبايل ده بس اللي تديله نت. هتجيب تاني موبايل مثلا الوالد الوالده الاخوات، كل واحد هتاخد الماك بتاعه تروح بنفس الطريقه، اباوت فون ستاتس واي فاي ماك ادريس، تجمع الماكات بتاعه الاسره كلها عندك في البيت، وتجهز نفسك مجموعه من الماكات هتجهزها عشان خاطر بعد كده هنستخدمها. اقول لك هنستخدمها ازاي، ونقول للراوتر ادي المجموعه دي بس نت، وبعد كده استحاله مخلوق يقدر يدخل على الراوتر بتاعك نهائيا، لا باختراق ولا بغيره. ده الحل النهائي الامثل اللي مفيش بعديه حل في الدنيا كلها. خلاص، فيديوهاتي كلها حاجات ممتعه وجميله، هتتبسط خالص لما تعرف المفاجاه اللي جايه ان شاء الله، اللي هعرفها لك في الفيديو اللي هعمله لك على الكمبيوتر ان شاء الله. اوكي سلام مؤقت يا باشا. قبل السلام، عرفتوا الواي فاي ماك ادريس؟ المفروض ده بيكون عباره عن ست خانات بيتفصلوا باللي هي الكولون، اللي هي نقطتين فوق بعض تمام، بيبقى رقم وحرف. المهم بيبقى عباره عن 2 4 6 8 10 12، حوالي 12 حرف ورقم في الحدود دي تمام. هو ليه هتقول لي مثلا، طب هو ليه مش اخذ دلوقتي ماك ادريس؟ هقول لك عشان انا مانيش رابط بالراوتر. انا لو رابط بالراوتر دلوقتي هيقوم اخذ على طول ماك ادريس. طب نربط بالراوتر، عايزين نشوف عملي، لان انا راجل ما بحبش الغير العملي. هفتح الواي فاي بتاعي، التي اي داتا والحاجات دي، طبعا التي اي داتا واللي هو الراوتر اللي هو اللي موجود قدامي دون، اللي هو التي اي داتا دون اي اي انكريبتد، ده طبعا احنا ما احنا يعني هو ده الشبكه اللي هي المتاحه في الجو. طيب ده طبعا انا هدخل عليه دلوقتي تمام، دي شبكه الواي فاي. هشوف طبعا الراوتر اللي انا وريته لكم من شويه اللي اسمه راوتر لوي، مش عارف راوتر لوي، بشوف الباسورد بتاعته اهو عشان احطها. تقريبا اللي انا فاكره كانت حوالي 109 127 125، اعتقد يعني 109 127 125. والله انا بعتمد على الذاكره وهشوف، لو كانت الذاكره تسايفني يبقى انا تمام. قال لي كونكتد اهو، الحمد لله والشكر لله ان الذاكره لسه شغاله الحمد لله. ربطت على الراوتر اهو، لان الفيديو لسه عامله امبارح او اول امبارح، فالموضوع سهل الحمد لله، لسه الذاكره حاضره يعني. خلاص انا كده ربطت بالراوتر اهو. هنروح تاني بقى للسيرس اللي انا كلمتك عنها من شويه، هتلاحظوا حاجه بسيطه. اول ارجع تاني باك تمام، وارجع باك هقول له اباوت فون تاني بالظبط، واقول له ستاتس اللي تحت، التالت واحده من تحت خالص. لاحظتوا ايه دلوقتي؟ الواي فاي ماك ادريس بدا اخذ رقم زي ما انتم شايفين كده، اللي هو البي 8 8، ايه شايفين ما بين كل واحد تانية كولون، ست خانات اهم حروف وارقام، باخد الماك دون واسجله على الكمبيوتر تمام. خلينا نسجل، هسجل الماك ده على الكمبيوتر دلوقتي، وهرجع لكم مره تانية واحنا على الكمبيوتر ان شاء الله تمام. الى اللقاء ان شاء الله في ايه، في محاضره الكمبيوتر، عشان نشوف هنعمل ايه بقى بايه بالماكات دي، وهندخلها ازاي للراوتر، وهنحطها فين وكده. دي التفاصيل اللي انا هديها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي هعمله لكم على الكمبيوتر ان شاء الله. ماشي، سلام مؤقت، ونتقابل على الكمبيوتر. دلوقتي احنا رحنا على الكمبيوتر عشان نعرف هنعمل ايه بالماك ادريس اللي احنا جمعناه. طبعا هفتح الفيديو على السريع كده استرجع به الذاكره، واشوف بالظبط الماك بتاع اللي احنا جبناها، الماك ادريس اللي احنا جبناه للموبايل بتاعي، عشان اقول للراوتر ده بس اللي تديله نت، وهنشوف دلوقتي الطريقه ازاي. فانا دلوقتي عايز اقدم الفيديو اهو عشان اوصل للماك ادريس بتاعي. تمام، تقريبا هيكون هنا اهو، تمام اهو، تقريبا هو ده. لاحظتوا ايه دلوقتي؟ خلاص هو ده الماك ادريس اهو، بس طبعا هو مش ظاهر. لو عملنا هعمل كده برنت سكرين عشان خاطر يبقى قدامي، لان ايه
الشاشة مش واضحة. تمام، هعمل نيو وملف صورة عشان احط فيه الصورة اللي انا لقطتها دلوقتي. هعمل كنترول في لصق وارجع عند الجزء اللي هو بتاع الماك ادريس بتاع الجهاز بتاعي ده عشان بس يبقى قدامي يبقى شايفه، يبقى ايه العملية حاضرة. هعمل تكبير شوية، تكبير للصورة، اصغر شوية واكبر شوية. تمام، هيقول سيف، اقول له اه سيف. هو ده الماك ادريس بتاع الموبايل بتاعي. تمام، هنشوف دلوقتي ازاي هنحطه فين بالظبط جوه الراوتر عشان نقول له ده بس اللي تديله نت، غير اي كده اي حاجه تانية ما تديهاش نت. تمام، انا طبعا مفيش معايا موبايل تاني ومفيش معايا حاجات تانية، فانا مبدئيا هجيب الماك ادريس مثلا بتاع الجهاز بتاعي. هشوف الجهاز بتاعي ده الماك بتاعه ايه، طبعا عشان خاطر اشوف الماك بتاعي لازم اكون اتصلت واي فاي. هنا الواي فاي طبعا انا عملت الشبكه اللي هو الراوتر بتاع اورنج زي ما انتم عارفين، فتحنا عليه قبل كده وعملنا الشبكه مفتوحه، واقول له دلوقتي كونكت. تمام، عشان يبدا يتصل بالراوتر. هعمل هنا 192.168.1.1 عشان ادخل على الراوتر. تمام، هنا مش راضي يدخل لي على الراوتر، اقول له اوكي. عملت كانسل، هنا طبعا هيبقى مش هتبقى ادمن، هتبقى يوزر لو تفتكروا معايا، هتبقى يوزر وايه واورنج يوزر، اورنج يوزر. تمام، واقول له لوجن. خلاص، هيقول لي احتفظ بالباسورد، اقول له نيفر، انا ما بحبش دايما احتفظ بالباسوردات، الله اعلم يعني عشان خاطر البراوزر ما يعملش صفقات زي ما قلت لكم، صفقات في الخلفيه مع شركات تانية ويتاجر بالايه بالباسوردات بتاعتي وكده والنظام ده يعني. المهم خلينا نركن الراوتر ده على جنب، ده الماك ادريس بتاعي بتاع الموبايل. لا انا عايز اوريكم ان ان انا بقول له انا دلوقتي متصل بالكمبيوتر، صح؟ ده عباره عن ايه؟ انا متصل دلوقتي اتصال ايه؟ واي فاي. تمام؟ والشبكه طبعا اوبن اهو. الشبكه اوبن يعني معناها شايفين علامه الدرع ده، معناها ان علامه التعجب يعني معناها انت سايب الشبكه مفتوحه ليه؟ وهو ده موضوع درس النهارده، ان انا ازاي هامن الشبكه واخليها مفتوحه كمان، هي دي المفاجاه اللي كنت بحضرها لكم. ان انا حتى مش هعملها باسورد، هشيل الباسورد كمان من عليها واخليها شبكه مفتوحه. واعرفكم ازاي بيكون تحدي لكل اللي حواليك ان هو شايف الشبكه مفتوحه وللاسف ما يقدرش يتصل بيها، كل ما يحاول يتصل بيها يقول له سيفد سيفد سيفد، يعني تم حفظ الشبكه، انما هل يقدر يدخل عليها؟ استحاله. ودي المفاجاه اللي انا حضرتها لكم وجبتها لكم على جبتها لكم يعني عشان خاطر يعني افرحكم كده واقول لكم ان فيه الدنيا بتتغير وفيها جديد، والجديد كله هتلاقيه مع هاني وبس. تمام، خلاصة الامر هنعرف ازاي ندخل الماك ادريس ده. انا عايز اقول للراوتر ده بس اللي تديله، يعني معناها لو قلت له ده بس اللي تديله يبقى معناها هيطرد الكمبيوتر بعد كده من الشبكه. تمام، انا هعمل ديسكونكت دلوقتي. تمام، ولا لازم اعمل كونكت، بس لازم اتاكد ان انا واي فاي. هقول له كانسل، مش عايز، ما تدورليش على شبكات ولا دي ان اس ولا كلام من ده. تمام، ده هو دخل على الراوتر اهو. طبعا دايما اتاكد منه ان انا قافل اللان اللي هو ده، مش عايز اكون متصل بواي فاي، يبقى واي فاي وبس. قفلت اللان اهو اللي هو كابل الشبكه، انا اللي مسميه لان على فكره، هي بتبقى اسمها انترنت كونكشن مش عارف 3 انترنت كونكشن 4 بدل ما كل شويه يلخبطني، فانا ضغطه اليمين واقول له رينيم واسميه لان واسمي ده واي فاي واسمي وهكذا، يعني ده اسمها واي فاي 6، لا انا اقول له مثلا رينيم اخليها واي فاي بس، واي فاي بس كده. تمام، يقول انا مش عايز اسمعك منها قيد التشغيل، اقول له طب خلاص اهو ديسيبل وغيرها لي واي فاي بس. ايه يا باشا كان نتر النيم ليه؟ A connection with name specific already exists، يعني بيقول لك إيه الاسم ده موجود بالفعل هنا. طيب ما فيش مشاكل، ايا يكن موجود فين وانا مش شايف حاجه قدامي اهو، انت يعني مش عارف الكمبيوتر بيتكلم كلام مش منطقي. المهم ده الواي فاي هو بتاعنا. تمام، اللي هو الماك ادريس. خلينا نشوف زي ما قلنا كده، نعمل اتصال عن طريق الواي فاي بالراوتر زي ما انتم شايفين. هنقفل كل حاجه عشان خاطر بس ما بقاش في حاجه متجهزه من قبل كده، انا احب دايما كله يكون طازه قدامكم، عملي كده طازه، لسه اول مره اول استخدام. طبعا هيبقى يوزر زي ما قلنا يوزر، والتاني اورنج يوزر. ماشي يا باشا، في ايه بس؟ اورنج يوزر. تمام، دخل على الراوتر. تمام، اختار برضه هوم نتورك
مش هنغير دايما، كل تعاملنا هيكون دايما طالما هنتعامل مع الشبكات سواء سلكيه او لا سلكيه كل عن طريق الهوم نتورك. المره دي هندخل على WLAN سيتنجز، هنسيب كل ده وهنروح للادفانسد سيتنجز. ماشي، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هوم نتورك WLAN سيتنجز، وربما ما يكونش فيه، ادينا بنتعرض لمشكلات مع بعض. ادفانس خصائص متقدمه، تمام، او خواص متقدمه ما لقيناش فيها، تمام. كل اللي بدور عليه يا جماعه حاجه اسمها الماك فلتر، شايفين ده WLAN اكسس، هو ده الماك فلتر، الماك اكسس، ايا يكن. طالما انت في الانجليزي تمام هتلاقي الدنيا معاك فله، تمام. اكسس يعني معناها التعامل مع الشبكه اللاسلكيه، يعني معناها هيديك سياسات التعامل مع الشبكه اللاسلكيه. هنشوف مع بعض. بيقول لك الدبليو بي اس، دبليو بي اس ده هي دي اللي كان المخترقين بيخترقوا عن طريقها، اللي هي الثمان ارقام بتاعت الدبليو بي اس، تمام، عشان خطر الاجهزه التكنولوجيه الحديثه. بس طبعا كله من غير ماك فلتر زي ما انا عامل عندي كده في البيت، استحاله يكون في امان، مفيش حاجه اسمها امان، تمام. اخر حاجه للامان اللي انا اكتشفتها من خلال خبرتي في الشبكات هي الماك فلتر او الدبليو لان اكسس، او حاجه اسمها الريستريكت اكسس، هتلاقيها في بعض الراوترات او في بعض الاكسس بوينت، هتلاقي الماك اكسس، الدبليو لان اكسس، هتلاقي بعد كده هنا قايل لك الرولز. مش هقول لسه قايل لكم من شويه في حاجه اسمها الرولز بتاعت الاتصال، طالما قال لي دبليو لان اكسس يعني معناها التعامل مع الشبكه عن طريق الدبليو بي اس، طبعا شلناها عشان نامن الراوتر ضد الايه؟ الاختراقات. هنا الدبليو لان اكسس، هنا اقول له الاو كمبيوتر ان لان دبليو لان، يعني هسمح لكمبيوترات معينه في اللان لا تتصل، ولا فقط مجموعه معينه من الكمبيوترات اللي هتتصل، فقط مجموعه معينه، يعني الاو all computers in the wireless LAN، يعني اسمح للجميع بالاتصال، او اسمح لناس معينه فقط، specific يعني المحدده، specific يعني محدده، computers in the wireless LAN، تمام، او انهي الجميع ما عدا، يعني او ديسالو، يعني ارفض مجموعه معينه من الناس عايز تستبعدها بس من الشبكه، تسمح للجميع ما عدا ناس معينه بالذات، يعني ما انتش قابلهم يدخلوا على الشبكه، ناس معينه بالذات، تمام، عامل لك ازعاج. فانت ممكن تعمل ريستريكت لناس معينه، يعني تشيل ناس معينه من على الشبكه، تمام، تيجي للماك تعرف الماك ادرس بتاعهم، وبالتالي تقدر تسد لهم هنا، وبالتالي نقدر نقول له إيه. طبعا لما بنقعد فتره طويله انت عارف الراوتر ليه، عشان خاطر عنصر الامان بيقوم طالع على طول لوحده زي ما انتم عارفين. فهنكتب احنا يوزر وأورنج وأورنج يوزر، ماشي، دخلنا اهو على الشبكه الوايرلس النتورك، طبعا تمام، الانفينيتي طبعا شبكه منها مفتوحه، طبعا ما فيش غير الراوتر بتاعي بس انا اللي داخل عليه، يعني ده الموبايل بتاعي. فالدبليو لان اكسس زي ما قلنا، الدبليو لان اكسس رولز، هسمح لناس معينه، هختار اللي في النص، من الاخر هختار اللي في النص. طيب هختار اللي في النص، طب هحط اللي فين؟ هو بقى بيسهل عليا بقى هنا، لا ماك ادرس بقى ولا حاجه، يقول لك اختار اجهزه من الاجهزه دي هي اللي تسمح لها بس بالاتصال بالنت. انت طبعا هتكون متصل بالبيت، انا طبعا عشان عارف ان الموبايل بتاعي هواوي واي 5 بي، اتصلت بالكمبيوتر اكتر من مره، فقال لي الجهاز بتاعك هو، اقول له هو ده اللي بس بسمح له بالاتصال، تمام، يعني ده بس. هل هسمح للكمبيوتر لو الانفينيتي والحاجات دي؟ لا، يعني مجرد ما اقول سيف هنا انسى يا باشا، هيطلع لي الكمبيوتر ده بره الشبكه على طول فورا، ومش هيسمع غير بالموبايل بس هو اللي يدخل على الشبكه، تمام. فانا عايز ان انا مش هطلع الكمبيوتر، لا انا عايز اطلع الموبايل هو اللي انا، احنا عايزين نعمل حساب إيه، والله مش عارف الواحد يختار اطلع الكمبيوتر نفسه وما ونفقد اللي هو الاتصال بالفيديو، ولا ندخل على الموبايل واوريكم من على الموبايل، اسجل فيديو تاني من على الموبايل نفسه واقول لكم انا بحاول ادخل اهو مش عارف. متهيألي افضل كده، يبقى اقول له اسمح لناس معينه، يعني اسمح بس للكمبيوتر ما تسمحش بالموبايل، عشان اجي ادخل بالموبايل زي ما انتوا هتشوفوا كمان شويه هيقول لك ايه سيفد اللي انا قلته لكم من شويه، يبقى هسمح للايثرنت والوايرلس بتوع الايثرنت معناها الكابل، الاتصال عن طريق الكابل، تمام، عشان يسمح لي بيه. طب والانفينيتي والوايرلس اللي هو اسم الكمبيوتر وايرلس اسمح له هو كمان، لا الهواوي واي فاي ولا لا الهواوي وايرلس ده ولا ده هسمح له، يعني معناها الموبايل ممنوع انه يتصل، انا سامح لمين بس؟ جهاز الكمبيوتر بتاعي بس هو اللي يتصل بالايه؟ بالواي فاي. هعمل سيف على كده، تمام، بيقول لي بعد عده ثواني سيتم تطبيق الايه؟ السياسات اللي انت اتكلمت عليها وشرحتها، هتسمح بس للكمبيوتر بالايه؟ بالاتصال بالراوتر.
فهنشوف طبعا مع بعض دلوقتي بعد ما يعمل اتصال بالراوتر. هنشوف هنا، هنا طبعا الشبكة اوبن اهو، هعمل اتصال عادي اهو، دخل معايا عادي جدا والدنيا زي الفل. ليه؟ لان سامح للكمبيوتر، انا سامح للكمبيوتر بس هو اللي يدخل على الشبكة بتاعتي اهو، داخل عادي وتمام التمام. تمام، تعالوا بقى نروح للموبايل ونشوف الموبايل يا ترى هل الموبايل نقدر ندخل على الشبكة. هسجل فيديو دلوقتي مع الموبايل وهرفقه مع الفيديو ده ان شاء الله، وهتشوفوا ان الدنيا ماهيش سهل. شفت الراوتر بتاع الاورنج وفر عليا ازاي؟ فالراوترات فيها اساليب حديثه، مش لازم باخد الماك ده واروح اكتبه له واحده واحده، اما في راوترات معينه لازم تدخل. والماك الماك فلتر هتلاقيها اسمها الماك فلتر، الماك اكسس او ريستريكت اكسس، او هتلاقي فيه مجموعه معاني بتدور حوالين هذا المعنى. تمام، نسيت اقول لكم ان انا لما قلت لكم على الموبايل لما بنيجي نعمل اللي هو الترس والاعدادات اللي هو حته اباوت موبايل، ده يعني معناها عن الموبايل، عن الموبايل، عن هذا الجهاز. هتلاقي عندك في الموبايل حاجه اسمها عن هذا الجهاز، ومن عن هذا الجهاز تقوم داخل ستاتس، دي معناها الحاله بتاعت الجهاز، تقوم داخل على الحاله وهتلاقي عنوان ماك لشبكه الواي فاي، او عنوان ماك للواي فاي، عنوان شبكه الواي فاي، عنوان ماك لشبكه الواي فاي، حاجه من هذا القبيل. وبالتالي هو ده معناه، ده رقم الماك بتاع الواي فاي، ده اللي انت هتكتبه للراوتر بعدين لما تيجي بعد كده اعرفك ازاي ندخله، فين المكان اللي هندخله فيه بالظبط. هنا الراوتر جابها لنا الدبليو لان اكسس، فوفر علينا وقال لنا الاجهزه هي المتصله، عايز نهونه تسمح له ونهونه ما تسمحلوش، سهل علي الامر بدل ما اكتب بايدي الماك حرف حرف ورقم رقم. تمام، نروح بقى ان شاء الله للموبايل ونشوف ان شاء الله في الفيديو بتاع الموبايل ايه اللي هيحصل، وهل الموبايل هيقدر يتصل ولا لا. هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله في باقي الفيديو اللي احنا بنصوره دلوقتي حالا. سلام مؤقت، ونتقابل على الموبايل مره ثانيه. ودلوقتي ان شاء الله جينا على الموبايل عشان نعرف نشوف في الموبايل هل هنقدر نتصل بشبكه الواي فاي اللي اسمها اورنج، اللي اسمها هاني في الجو، اللي هي كان اسمها اورنج اللي احنا شفناها على الكمبيوتر، اللي اسمها اورنج هاني من الاخر كده. تمام، هنشوف هنقدر نتصل بيها ولا لا، اللي احنا لسه عاملينها على الكمبيوتر دلوقتي، وعملنا الدبليو لان اكسس، حددنا المين، ودخلنا على الدبليو لان رولز، وحددنا في الرولز الاجهزه اللي احنا عايزين نسمح لها بالاتصال بالواي فاي. عايزين نشوف الوقت الموبايل ده هل هيقدر يتصل بالواي فاي ولا لا. هنفتح الواي فاي زي كده، افضل اضغط عليها ضغطه مطوله كده لحد ما تفتح معايا. الاورنج هاني موجوده اهو، اقوم احاول ادخل عليها، هقول له كونكت، اقول له كونكت، حاول الاتصال. شايفين قبل ايه؟ سيفد. هل في فوق علامه واي فاي ظهرت؟ مفيش. احاول مره تانية، اقول له فورجيت مره تانية، احاول اعمل اتصال، بيقول الشبكه اوبن اهو، يعني الشبكه اوبن بالنسبه لي، يعني مفيش عليها اي سكيورتي، الشبكه خاليه من السكيورتي تماما وسهله الدخول عليها. هنحاول ندخل على شبكه الواي فاي المفتوحه ونحاول هنقدر نوصل الموبايل بتاعنا بالشبكه المفتوحه ولا لا. نحاول مره واثنين وثلاثه اهو، يقول لك سيفد، كونكت، والاخر يقول لي سيفد، ومش قادر يدخل على النت، شبكه مفتوحه ومش قادر يدخل عليها ولا قادر يتعامل معاها برغم انها مفتوحه، ويقول لك احذر الشبكات المفتوحه واحذر الشبكات المفتوحه. ادي شبكه مفتوحه، عملنا دلوقتي قدامكم شبكه مفتوحه، وما فيش اي جهاز في الدنيا يقدر ولا يتجرأ انه يدخل عليها زي ما انتم شايفين اهو، ده بشكل عملي. فلو عملتها عندك في البيت اولا هتلفت نظر كل اللي حواليك، هتبقى طبعا قوي جدا، هيتعمل لك مليون حساب، خصوصا لو سميتها باسمك، معنى ان انت مثلا اللي عامل الشبكه المفتوحه دي، وشبكتك بالذات مفتوحه صحيح، بس يبقى وريني هتعرف تتصل بيها ازاي. وده هو التحدي اللي انا داخل بيه في الفيديو دون، عشان خاطر قلت لكم على حاجه جديده، كل الجديد وكل العبقريه وكل الابتكار هتلاقيه من عند هاني، مش هتلاقيه فيه على قناه ثانيه خالص على اليوتيوب، ولو لقيته هيبقى من بعد الفيديو اللي انا مسجله، انا كاتب تاريخ كل فيديو انا سجله، كاتب تاريخ فوقه، بحيث عمرك ما تلاقي حاجه من قبل كده، غير بقى لما يكون بقى في حد قاصد انه يحط الفيديو بتاعه ويقول لك قاصد يحطه بتاريخ قديم. تمام، خلاص الامر هتلاقي من هاني اللي عمرك ما هتشوفه من حد تاني ان شاء الله. اشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.